صباح الأمل، يا صباح الرضا، يا صباح الخير على مصر وعلى المصريين كلهم. يوم جديد ونهاركم سعيد، وإحنا موجودين مع حضراتكم النهاردة 17/4 على مدار ساعتين على الهواء مباشرة. وعيد شم النسيم سعيد عليكم وعلى المصريين كلهم. صباح الخير يا أشرف، كل سنة وأنتم طيب. صباح الخير دينا، صباح الخير مشاهدي نايل لايف، ونهاركم دايما سعيد مليان بالامل. النهارده امل وتفاؤل كده، والناس تخرج وتغير جو وتغير كل اللي متفكر فيه بشكل عام طول السنه. النهارده زهور، النهارده جمال، النهارده ديكور، النهارده فسيخ، النهارده رنجه، النهارده بصل، والنهارده حاجات حلوه كتير جدا بنستناها من السنه للسنه. كل سنه وحضراتكم طيبين، كل سنة والمصريين كلهم بخير وكلهم حب وجمال وأمل في بكرة إن شاء الله. فقراتنا النهاردة هتكون متنوعة، بنحتفل مع حضراتكم فيها بعيد شم النسيم، فيها بصل وفيها فسيخ أنا سعيدة جدا أنا وهناكل وهنلغوص وهنعمل اللي احنا عايزينه. فيها كل حاجه، فيها ديكور وفيها ازاي نقدر ان احنا يعني هنستعرض مع حضراتكم فقراتنا يعني اكتر، بس زي ما اشرف لخصها لكم: فسيخ، ديكور، زهور، العاب سحريه، أيوة. اكسسوارات للبنات، أيوة. ونشوف الجديد في عالم الصيف والموضه والحاجات دي كلها. تيجي نستعرض فقراتنا، نقول مع بعض زي ما حتى حضراتكم شايفين كده ان الديكور فيه شويه لمسات لطيفه جدا. معانا النهارده مهندس ديكور مختلف، لما حضراتكم هنتكلم معاه النهارده هيبين لنا هو مختلف ازاي. هو ساعدنا في ان هو يعمل لنا شكل جديد النهارده، او شكل مختلف نظهر بيه في شم النسيم، الاستاذ ياسر شاهين مهندس الديكور. وهنتكلم معاه في ازاي ممكن نغير شويه من ديكور بيتنا، شويه من ديكور مكتبنا. لا، وفكره كمان الشم النسيم مرتبط قوي كمان مع الاطفال، زي ما كنا بنتكلم فكره تلوين البيت. تلوين البيت مهم جدا، وفي حاجات بلاش نتكلم عنها، مسكنا كل حاجه وسيبنا البيت. ايوه لازم نبدا، بس فلازم يكون موجود، ولازم فيه شويه طقوس كده معينه ومأكولات معينه. فمتهيألي هتلاقوا ده موجود كمان في الديكور عندنا النهارده، خصوصا الكتاكيت. الكتاكيت اللي جنبك دي لطيفه خطيرة. جدا جميله، خطيره. انا حاططها جنبي. ايوه لا، ما انا هطبطب وهجيبهم لهم. هطبطب عليهم ويسالوا. معلش، عشان بس هم بيقلقوا، بس بيخافوا من الغرباء. بيقلقوا من الناس. اوكي، وانا بقى كمان معايا حاج رضا السيد شعير، وهو تاجر فسيخ. هنتكلم عن الفسيخ وعن الرنجه، وازاي ست البيت تقدر تختار الفسيخ الكويس والرنجه الكويسه، عشان بس في حاجات بتبقى موجوده في السوق مش كويسه، ممكن حاجات تبقى منتهيه الصلاحيه. نعرف ازاي. بصي بقى، طب ثانيه، معلش انا هقطعك، معلش بعد اذن المخرج، بعد اذن البرنامج، انا هخش معاكي في الفقره دي اكل. لا وما وامشي، تمام، ماشي براحتك تماما. انا دعوة. هتاكل فسيخ ولا رنجه؟ هتاكل فسيخ لوحدك؟ لا مش هاكل كتير قوي. هتاكل فسيخ ولا رنجه؟ الاثنين. الاثنين اللي موجود. كنت عامله حسابي اخد فسيخ بس. anyways، لا طب هقول لكم، هنعرف منه كمان ازاي نقدر نعمل سلطه فسيخ، ممكن سلطه رنجه. لا مفيش سلطه فسيخ، في سلطه رنجه. دايب. اوكي، بس وازاي الفسيخ يتعمل بطريقه صحيه، مش صحيه قوي يعني، بس نحاول ايه ناكل شويه قليلين. ناكل شويه قليلين بالظبط كده. عندنا مايكل حليم صبحي خبير خدع بصريه، النهارده هيعمل لنا شويه خدع بصريه كده. على فكره انا قبل لما نخش البرنامج كنت عمال اقول له طب وريني شويه، قال لي لا ما ينفعش، لازم يبقى ايه مفاجاه. ايوه بالظبط، مفاجاه ليك وللمشاهد مع بعضينا. تابعوا هذه الفقره دي ان شاء الله تبقى لطيفه. كمان هيكون معانا جديد في عالم الاكسسوار من خلال اشواق مسامر، هي مصممه اكسسوارز، هنتعرف عليها طبعا، وهنتعرف على احدث تصميماتها والحاجات الجديده في عالم الاكسسوارز، وبالذات لو كان في الوان معينه مرتبطه بالربيع والصيف والحاجات دي كلها ولا لا. الزهور دايما رمز التفاؤل. الزهور رمز محل ورد. الزهور دايما رمز للجمال، رمز لانك انت تبقى طول الوقت كده في حياه مشرقه طول الوقت. عارفين افلام الابيض والاسود زمان؟ يقول لك ايه المريض او جوز، خدي جوزك او مراتك وروحوا اطلعوا بره المدينه عشان تشوف الزهور، عشان تشوف الجرين اريا. ده كل ده بيحاول ان هو كتير من تغيير شخصيه الانسان او تغيير الحاله المزاجيه عند الانسان. عندنا النهارده فقره خاصه بهذا الموضوع. فعلا زي ما انت قلت الزهور مرتبطه معانا في كل المناسبات. نعم. يعني في نعم. المناسبات الحزينه هتلاقيها. نعم. موجوده في المناسبات. نعم. المفرحه لازم تكون ليها تواجد. انا بتمنى ان كل بيت يكون فيه ورد طول الوقت. يا ريت. يعني ده بيدي زي ما انت قلت طاقه وتفاؤل والوان كمان معينه، والوان الزهور دي غششتيني النهارده الصبح وقلت لي اسال عن الالوان، والالوان بتدي الجمال وبتدي يعني فعلا يعني فكره كمان ان احنا بيقام عندنا كل سنه المهرجان بتاع الزهور اللي بيقام في جنينه الاورماندي، تحفه.
وهو المستمر على فكره لحد شهر 5، فممكن تروح تزوره. استاذ ايهاب صبحي ومنسق الزهور هيكون مشرفنا النهارده في اليوم الجميل بتاع النهارده، كله فسيخ بس ما تزودوش، كله رنجة بس ما تزودوش، كله بصل وحاجات حلوة بس كتروا بس ما تزودوش ليمون وخس. ما تزودوش ليمون وخس وميه، مهم جدا. بس لا احنا هنزود. انا خدت الموافقه من المخرج، انا هخش وهطلع تاني مع الفقره بعدين. طيب. بعد اذنكم نبدا مع حضراتكم على طول، واول فقره وهتكون مع اشرف.